قيادة المباراة، ممكن الراجل يكون كان بيريحه أو هو حر الراجل في اختياراته الفنية. بس بصوا محاولة الضرب، شوفوا هز استقرار الفريق بيمشي ازاي. طيب نقف عند اللعيبة، لا زلزال فايلر في الأهلي. خدوا بالكوا الزلزال والفايرل والمشاكل والأزمات مع فريق فارق 20 نقطة في الصدارة، فارق 20 نقطة في الصدارة، يعني مفيش خبر، مش بيتعادل، مفيش خبر واحد إيجابي بالصدفة كده ورا وبعديهم كده. زلزال فايلر في الأهلي، مش هنقف عند اللعيبة. رينيه استعد للرحيل بعد دور الأبطال، اتفضلوا. ويتقال ان في تقارير سويسريه بتقول ان فايلر يمكنه الرحيل عن الاهلي في سبتمبر وبيراميدز يترقب. وكل ما شويه تقرا بقى بيراميدز عايز ياخد حمدي فتحي، وبيراميدز بيفتش في عقود شريف، محمد شريف، وبيراميدز عايز ياخد معرفش مين، وبيراميدز بيراجع عقود مين. كل فرقه الاهلي هياخدها بيراميدز لمجرد ان انت تصدر ازمات، لمجرد ان انت تهز المسألة. وصلت لغاية ان انت تاخد فايلر، لسه بيراميدز ما فاوضش جمهور الاهلي لغاية دلوقتي، ما حدش سمع عن مفاوضات لبيراميدز مع جمهور الاهلي، مع ان اتقال قبل كده اتخلى عن مبادئك وشجع بيراميدز. دلوقتي بيراميدز كمان هياخد فايلر، متخيلين ده؟ فيرد النادي الاهلي كشفا لهذه الاخبار الغريبة اللي في الغربال، الاهلي بيؤكد عدم وجود شروط جزائية في عقود لاعبين. يبقى كل واحد يكتب خبر او كل زميل يطلع يعلن خبر يبنيها على حقيقه، وهي انه العقود اللي انتم بتتكلموا عليها لكل لعيبه النادي الاهلي، مفيش لاعب في النادي الاهلي عقده فيه شرط جزائي، يعني يقدر يدفعه ويمشي، محدش هينتقل الا عن طريق النادي الاهلي وفقا لسريان العقود اللي موجوده. على ذكر بقى يا باشمهندس الموقف من